مثل ما فهمتكم يا شباب، السواقة فن وأخلاق وذوق. نعم. الحمار ما بيوقع بالجورة مرتين. الحكي إلك زكي عم تسمع؟ لا فسرت. هو عم يقول حمار. سكوت سكوت، حكي لكم انتو اثنين، انتو اثنين سامعين؟ بيكفي الصواب اللي أكلناه بهي تبع الساتلايت. ما بيصير تفرد لحالك بقى؟ نعم. انت بتركب الميكرو تبعك وبتمشي ورانا وين ما منروح أفانا، لا بتروح يمين ولا بتروح يسار، مو بغير اتجاه يعني. لا لا خلص، مفهومة مفهومة. اسمع، وانت الثاني بتضل معي وعينك عليه، فهمان؟ فهمان. يلا طلعوا على مكرياتكم وقولوا يا قاصد يا كريم. يا قاصد يا كريم. روح يلا يلا. علمية؟ خير شبك؟ زكي ماله ورانا؟ شو هالحكي؟ بلشنا هلا يخالف التعليمات من أولها؟ وينو هاد؟ أنا خايف عليه يا معلمي، هذا ما بيعرف يسوق. لك شلون ما بيعرف يسوق؟ ما قلت لي معه شهادة؟ يا أخي قلت لك معه شهادة بس ما قلت لك إنه أخذها بالواسطة. ولا شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا ننتظر، إذا ما أجا بدنا نرد نروح ندور عليه. يا حبيبي والله اشتغلنا. صف لك صف. حلوة العطلة مشانه هي. شو بدي اعمل لك؟ انتم بتغلطوا وانا بتعي يا درويش صليح. اخي هذا ما بيتسلم ميكرو، عقله خفيف. لك اذا ما سلمناه ميكرو وشغلناه وين بدنا نروح؟ من لسان امه. امه مزبوط، هي معك حافية، لانه هالرزق هذا كله من مصاري امه. اخلاص سيف ينشر رقبتك انت التاني. شو حكينا؟ برعبكي 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 ملاحة ملاحة برعبكي. ولك على مين عم تنادي؟ ما في غير شجر هون. عم بعمل بروفا معلم، ما بدي اجر بولاد. برعبكي برعبكي ملاحة. هلا كان شغال مثل النحلة، شو صار له؟ ما عم بعرف. دفشة زكاتك لاني مقطوع بهالابنة دفشة. ايه على عيني. لكن ما عم يتحرك ولا عم يليس قصته. شو مو مفضي له سرعة؟ ليش لحتى فضي السرعة؟ إيه لكان شو كيف بدنا نحركه؟ بعد هيك. هلا شو عم تطلع؟ روح دبر لك شوية مازوت، الميكرو ما فيه ولا نقطة مازوت. معك بيدون؟ ما معي بيدون. والله بدك تدبر حالك. يا سيد يا سيد. نعم. زكاتك أعطيني 50 ورقة. نعم أخي. 50 ورقة دين يعني بكرة برجع لك ياها لحتى عبي مازوتات. لا حول ولا قوة إلا بالله. شرف سيدي، هاي 50 ورقة. الله يسر لك أمورك. خاطرك لحظة، وين بدك تمنيني بـ50 ورقة؟ وين حق البدون؟ اوكي هات من إيدك تضرب أنت واللي عطاك. روح من وشي، ناقصني مجانين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حشرني ليك وبعدين يعني هي صرنا نص ساعة واقفين ما شرف حضرته. شو اعمل انا يعني؟ الركاب عم تطير قدام عيوننا وتطلع بالميكرويات ونحن واقفين. ماشي يا اخي انا. ايه امشي روح عطيها وامشي. خلينا لحالنا كم راكب كمان؟ شو بدنا نتم نستنى لها زكي؟ خلاص خلاص روح عطيها. لك شو عطيها انت التاني؟ في اصول. دير بالك طعنا شدا في السواقة. في اصول. خرس. ايه خرسنا. لا تتكلم مع السائق، ما بتعرف هاي؟ حاضر سيدي. وعا وعا دير بالك دير بالك. سمر له روح. كله بيطحش يا لطيف. شو شو الناس هي ما بيعرفوا يسوقوا على فكرة. روح عطيها. ليك هداك راكب. ها طول بالك، إذا ما بجيب لك يا ما بيكون اسمي درويش. ها برعبكي هذا هيك. ما تمام الله حيو برعبكي. استنى استنى معلم ليك. ها شوف هدول واقفين. طول بالك هدول اولاد مالوا على هداك 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 هذا. برامكي برامكي ملاحة برامكي ملاحة برامكي شرف. طيب طلع ملاحة برامكي.
جيبوا حملوا جيبوا. شو صار معك درويش مطول؟ يلا خالص معلم اطلع انت اطلع. يلا خفة اخي. وصلنا على الكراج وتعال شدو. لك اخي انت شو اللي بدايك انت؟ اخي يا وصلنا على الكراج جمعتنا مصرياتنا. لك شو مصرياتنا؟ شرب اخي اطلع خلصنا روح. حرك معلم طافور. روح. يلا زكي جاي بخارة. مرحبا يا اختي. اهلا وسهلا. ام زكي موجوده؟ مين ام زكي؟ ام زكي صاحبه البيت. قصدك طيفور ومرته؟ ايه ايه طيفور ومرته. والله باعوا البيت يا اختي وراحوا. شو هالحكي؟ اختي بتعرفي لي وين سكنوا؟ والله ما بعرف وين سكنوا. تفضلي اختي. كتر خيرك. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. برامكي واحد برامكي. يلا ماشيين يا شباب برامكي. يلا ماشيين. واحد برامكي. لك اخي ما تمشي. هاي الركاب كامله شو عم تستنوا؟ برامكي واحد يا شباب. معك حق عمي. يلا يا درويش. نعم معلم. يلا عبينا عمي خلينا نمشي. طول بالك يا معلمي خلينا ناخذنا راكبين زياده. لك اخي ما في محل. وين بدك تحطهم؟ اخي محل الضيق ابي ساعه الف صديق. طول بالك انت الثاني. اه ليك اجى الرزق. اه يا شباب لهون برامكي. يلا بدنا ثلاثه. حرك حرك يلا شرف هاي الميكرو جاهز. طعوا يلا اخي دبروا حالكم. هلا بيفطر الكاب على الطريق بتطلعوا. يلا روح اخي لا اختفنا بس وين نحو. يا اخي دبروا عاد على ركبته خلصني. يلا جاي جازمني. يلا روح معلم حرك. برافكي برافكي واحد برافكي. يلا مشينا واحد برافكي. شو عم تحكي امي؟ حماتي باعت البيت؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبته. تبيعه؟ شو هلم العظيم يعني؟ ولك انت ما بتفهمي. انت ما بتفهمي شو تبيعه؟ انت وجوزك ما لكم في حصة؟ كمية انا شو دخلني اذا ابو زيد كله على بعضه مهم الموضوع؟ ولك بنتي انتو صفيتوا هلا بلا بيت. واكيد هلا طيفور بيكون ضحك عليها وبيعها البيت ولغط حقه. معقولة امي هلا حماتي بدها تعطيه حق البيت؟ لك بنتي طيفور ما تجوز حماتك على كسمة وطولة وجمالة. اتجوزها لانه طمعان فيها. ايش بدنا نعمل يعني؟ لازم نعرف وين سكنوا وناخذ حق حصتنا من البيت. يا امي نحن شو دخلنا؟ زكي هو صاحب الحق بيشوف امه بياخذ حصته منا. بالله جوزك مو اجدر بس ماله عرفان الله وين حاطه. ايه انا اصلا الحق علي. انا الحق علي كان لازم ما اترك للبيت تتمردح فيه على كيفه. تبيع وتشتري وتقيم وتحط. هذا اللي بسمع كلمتك هيك بصير فيه. ايه امي من الشي امي بلا لعي فاضي بلا طعمه. امي قصرت بحقك انا؟ قال خيرا تعمل شرا تلقى. كنت قاعدة ببيت حماتك يا لطيف جبتك لهون دللتك. ولا انت متعودة على الإهانة ما هيك؟ هلا هي آخرتها هي آخرتها. طلعنا من البيت هيك زميت لا ورانا ولا قدامنا. اضربوا انتوا والبيت سوا. طيفور يلا حرك. لك ليكو يا ويلي اخذون اخذون للركاب. طول بالك انت الثاني. ما بصير هيك افتح زمورك وقطع عنه. الثاني لحق غيره حتى لحقوا. ما خلالنا ولا راكب. هلا ليكو 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 اي راكب نزلوا. يلا طاروا طاروا تا 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 شرف معلمي ماشي شرف. طلع تريك اخي تريك. انا ماني طالع. لك شو مالك طالع؟ شو عم تعمل هون؟ لك انا اذا مالك طالع قلت لك ما انا طالع. انا عم استنى
واحد هون ماني طالع. عم استنى هون واحد وينه؟ ماني شايفه هذا اللي عم تستناه. لا بيظهر انك ما رح تفهم. روح قبل ما اعمل لك اللازم. ها بدك تطلع غصب عنك لانك عم تستنى ميكرو تاني. بدك تطلع مع غيرنا. ماني طالع. تعال شوف يا معلم. شو في؟ بده يطلع بميكرو غير ميكرونا. شو رايك؟ ليش بقى غيرنا احسن منا يعني؟ انا حر. لك شو حرك عمي؟ حمله وطالعه. حمله وانا طالع. لك روح. لك يا ناس لعالم. لك شو واصل يا روح عمي؟ برامكه شرف عندي يا سيد. عندي ماشي ماشي. انا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام شرف. عمي شرف معلم بدي اخذك طلب. اهلا وسهلا شرف. لك ما بدك تعرف شو الطلب؟ شو الطلب؟ كم سحرت بندوره، شويه خس، شويه بقدونس، وكم شوال بطاطا. شو قلت لك؟ على راسي شرف. شرف يلا خمس سيارات على الراتب. المنطق الاعوج هي. ها طلعتوني غصب عني على الموقف وانا موعد واحد وهلا بتقولوا لي نزل؟ لك شو انتم مجانين؟ لك عمي لا تطوط بالحكي ولا تكبر كلام. فوق ما طلعناك ولقينا لك محل جاي تطوط كمان فوق راسي. كتر خيرك والله كتر خيرك، عملت منيح كثير. لك حل عنا يا اتركنا خلينا نعرف نسترزق. طيب خذوني بطريقكم محل ما جبتوني. بدك تطلع اطلع، هات خمس ليرات وارجع معنا. امري لله. تفضل وهي خمس ليرات. امري لله. اطلع مرابكي مرابكي مرابكي. يلا عمي معلم حرك بنعبي النص الثاني على الطريق. يلا روح حرك مرابكي مرابكي مرابكي. هالفترة اللي انت ما فيكي مرابكي حرك. يلا ماشيين. يلا شو بدنا نقعد بين السحاحين؟ لك عمي اطلعوا دبروا حالكم احسن ما تنضغطوا ثلاث ساعات بالطريق. لك اخي ما في محل نقعد. لك اخي دبروا حالكم دبروا حالكم، محل الضيق بيوسع الفستي. اطلعوا اطلعوا يلا. لك اخي انا اخذتك طلب. لك كيف لك تطلعوا؟ لك ليش هيك انت عيونك ضيقه؟ ليش؟ لعمل هالقلت الذوق؟ لك انا الحق علي، كان بدي اخذ بيك اب بس ما شفت. شو بدي اسوي؟ خلص عمي يلا اتكلنا على الله. الله حيو شرف معلم طيفور. هاي غلت اليوم. اي والله معقول هذا اللي طالعناه اليوم؟ هاي لسه الشمس ما غابت كمان. طيب درويش هاي الشغله كثير منيحه مبين لكان حتى تعرف انه درويش ما بيخطط لشغله الا بتزبط تمام التمام. الا هاي شغله الستلايت اللي علقتني فيها ما حبيتها منوب. ايوه الله حيو ابو هيثم. الله حيي المعلم. معلمية زكي مالي شايفه بالكراج؟ اكيد محمل ركاب وماشي. الله يسره. لكان يلا خلينا نلحقنا شي نقله تانية. استنى شوي هلا بيرجع على الكراج. استنى هلا بدنا نقعد نستنى زكي. وينك يا زكي؟ ها ليك ابن حلال شرف اذكر الديب وهي القضيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا اترك من ايدك واعطيني الغلة هات لشوف. حاضر معلم. شرف هاي خمس ورقات وراح 250. شو هالحكي؟ ورقات 250 معلم، يعني عندك 150 غسيل ميكرو و100 حمام سوق. بالله شو عرب لي اياها لشوف هالقصة. عرب لي اياها ولا عربها. خلاص انت احكي لشوف انت. هي معلم علقت عندي خناقة بالميكرو واشتغل سف البندورة على أبو الزناب، يعني إذا ماني أكل براسي أكل لي شي 10 زرار بندورة براسي، هذا وزرستين بقدونس وسليف خس غير الحباشات، رحت على حمام السوق اتحممت وغسلت الميكرو وضليت زاي. الله لا يعطيك العافية، وباقي الغلة؟ على علمك معلم اليوم الدنيا أول شهر وكل العالم قابضة كله معه صحيح، يا خمسميات يا ألفات، كل واحد يعطيني ما معي فراطة رجع له إلا روح مسامح ما بدي.
لك يا خسارة المعلم طيفور فيك. لك وين بدي ودي وشي قدام المعلم طيفور انا؟ لك خجلتني. نحن عم نلملم الزبونات من هون ومن هون من فوق الاساطيح، هذا غير المسبات اللي عم نسمعها، وانت عم تسامح الزباين. لك شو قصتك انت؟ لك يا ريتني بحياتي ما تعرفت عليك. لك يا الله يلعن الساعة اللي تعرفت فيها عليك. لك اخ في الله يلعنك ويلعنه. اروح من وشي تطلع. اي اي خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى كي ماشي راكب واحد برم كي ماشي ريبري واحد ماشي واحد برم كي ماشي راكب تكيح سوي حري خلصني حاجة لعواني. الله يعين اللي ما عنده ولا راكب الله يعينه. تكلم معلم شايفوا شلون عم يجاكرنا؟ انا ما عاد فيني اتحمله بنوبة. لك اتركه انت الثاني الله يسره. اخر مرجوع مصاري لعنا اتركه. مرجوع مصاري فهمناها انه قلنا، بس اما يجاكرني ما بسمح له بنوبة انا. اتركه اتركه هلا بحكي معه انا. يا زكي احكي معه من هون. زكي تعال هون يا زكي بدي اتفاهم انا وياك. تعال هون. ماني فاضي معلم ماني فاضي الشغل لطرق راسي راكب ماشي ماشي. ولك تعال هون احسن ما شرشحك قدام العالم. حاضر حاضر معلم زيتك زيتك. ما بدك تبطل مشاكل انت وياه ولا؟ معلمي انا عم عبي ركابي، يعني وين المشكلة؟ يلا يا اخونا المكنة تعبى مشينا. روح تهون يلا. دعي لي معلم. موفق. ماشيين يا شباب. حدا اخذ المفاتيح من هون؟ لك شبك زكي ما تحرك، هيك اكتمل النصاب عندها. وشو استفدنا اذا اكتمل النصاب وما في مفاتيح؟ اذا هيك بسيطة زكي. يلا شرفوا شباب، الميكرو الثاني فاضي وفي مفاتيح كمان. لا ما حذرت، اصلا ما حدا غيرك اخذ المفتاح. لك ما معك مفاتيح وجاي تحكي كمان. يلا شرفوا شباب على الميكرو الثاني. زين زلوا يلا. لحظه 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 قتلته مات. ولي يخرب بيتك روح ولهريبة تلتين مراجل.